اليوم يا سعيد عندنا مشكلة صحية عالمية اسمها أمراض التهاب الكبد الوبائي، اللي في منها عدة أنواع أخطرها نوعين B و C. الأمراض المعدية تدمر الكبد وممكن تؤدي للسرطان والوفاة، واللي يسببها هي فيروسات تعتبر بين 50 و100 مرة أشد عدوى من فيروس نقص المناعة المكتسبة أو الإيدز. حسب منظمة الصحة العالمية، التهاب الكبد الوبائي بي يصيب أكثر من 240 مليون شخص حول العالم. تقديرات تشير إلى إصابة 10% من سكان أفريقيا وجنوب شرق آسيا بالفيروس، لذلك ننصح دائما بأخذ اللقاح قبل السفر لتلك البلدان. أما النوع سي فيصيب حوالي 150 مليون شخص، وللأسف ما له لقاح، لكن الأدوية المضادة للفيروسات تشفي في 90% من الحالات. النوعين ينتقلون عبر الدم والعلاقات الجنسية، لكن النوع بي تزيد خطورته عبر انتقالها بالأدوات الشخصية مثل مكينة الحلاقة. لذلك دوم يا سعيد انتبه من اختيار صالونات الحلاقة النظيفة، واصطحب معاك أدواتك الخاصة. وعندنا في هيئة الصحة بدبي أحدث تقنيات الكشف والعلاج لالتهاب الكبد الوبائي، وفي هذا الشهر حملات توعية عن هذه الفيروسات في مراكز الرعاية الصحية. وعساكم دوم بصحة وسعادة.